یا محمد محمد میں کہتا رہا. حمدا لرب خصنا بمحمد وانقذنا به من ظلمة ودياجر. يا رب صلي وسلم وبارك على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، من جسمه معطر مطهر منور، من اسمه مرفوع موضوع مكتوب على اللوح والقلم، بدر الدجى ونور الهدى ومصباح الظلم، جد الصبيحين وابن الذبيحين، سيد الكونين الحبيب الزين قرة العين. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. سيد ضحكه التبسم، مشيه الهوينة، نومه الإغفاء، ليته خصني برؤية وجه زال عمن رآه الشقاء. له وجه جميل لو تراه، ترى قمرا منيرا في العلالي، والشمس تخجل من أنوار طلعته، حاز الجمال فما أبهى محياه. يروي الإمام الترمذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا كان حسن الوجه حسن الصوت، ألا وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. ما خلق الله خلقا أجمل ولا أكمل ولا أنبل ولا أفضل ولا أسعد ولا أرشد ولا أعطف ولا أرأف ولا أنور ولا أزهر ولا أحلى ولا أبهى ولا أزكى من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ألا وإن رسول الله من غير مرية إمام على الإطلاق في كل حضرة. إن كنا نتكلم في الجمال الصوتي عن سيدنا داود الخليفة المجاهد الأواب الذي استقر في بيت المقدس وكان يقرأ الزبور كما يروي ابن حجر في فتح الباري الذي هو 125 سورة بسبعين لحن، في بعض الألحان يطرب المهموم ويشفى المحموم، وجعل الله الحديد في يده كالشمع في أيدينا، مجرد أن يتثنى صوته بذكر الله ينماع الحديد في يده كما الشمع في أيدينا، وتتثنى معه الجبال والطير، يا جبال أوبي معه والطير. هذا الصوت الداودي الذي أوتي مزمارا من مزامره صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب القرآن، ما هو إلا مظهر جمال من جمال صوت رسول الله محمد. يذكر أصحاب الشمائل في صفة الصوت النبوي أنه كان صحلا، أي به بحة، يكاد يخترق شغاف القلب، يهتك فؤاد من يكلمه، وربما يتكلم في المسجد أو الناحية في المدينة فيسمع من هيبة صوته المخدرات، أي النساء المقيمات من الحجات في البيوت. وإن كنا نتكلم عن الجمال فأبرز مظهر يتكلم عنه أهل العالم الجمال اليوسفي، وأم المؤمنين عائشة قالت: لو أن صويحبات يوسف اللي قطعوا إيديهم لما شافوه وقالوا ملك كريم، لو رأينا رسول الله محمد لآثرنا تقطيع القلوب على الأيدي. لما عرج السماوات سماء بعد سماء صلى الله عليه وسلم: كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء. إذا به في السماء الثالثة قال: فإذا بيوسف قد أوطي شطر الحسن. قال ابن المنير من أهل شرح الحديث: وما قوله شطر الحسن، أي الحسن المعهود في طلعة رسول الله محمد، فجمال يوسف إنما هو جمال رسول الله. هذا إن كنا نتكلم عن الذات والكيان، فكيف إذا تكلمنا عن عبادته؟ يوم تفقدته أم المؤمنين: يا رسول الله تصلي الليل وقد غفر الله لك، وفي روايات ما تقدم وما تأخر، قال: يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ وجمال معاملته، تأخذ الجارية بيده فتمضي جهات في نواحي المدينة وهو يقضي لها الحاجة وهي صغيرة في السن. وإن تكلمنا عن جمال احترامه لقادة الرأي في العالم لما كتب 14 رسالة لملك وحاكم وكلمهم بالتعظيم: يا هرقل يا عظيم الروم يا كسرى يا عظيم الفرس، هذا من جمال الأدب النبوي. وإن تكلمنا عن المشكلات العالمية التي تعرض لها بجمالية الحل، مشكلة التلوث المائي في المدينة، مشكلة الاقتصاد اللي لعبوا فيه اليهود واشتغلوا بانتكاسة أخلاقية، مشكلة اللاجئين اللي كانت أعدادهم كبيرة جدا على واقع المدينة الزراعي وانتقلوا من بيئة تجارية. ولو أخذنا نعدد المشكلات العالمية التي عرضت لرسول الله حتى في بيته، حتى في مجتمعه، حتى مع أصحابه، لوجدنا جمال هذه الطلعة. الله سبحانه وتعالى ذكر سيدنا النبي في 2672 موضع في القرآن، ترجع إلى 1072 آية، يعني خمس القرآن في ذكره، 20 آية افتتحها الله في القرآن يخاطب بها رسول الله. ما عمرنا دا بمحمد: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها النبي، يا أيها
الرسول، وأكثر من 30 سورة ختمت بخطابه. هذا موضع دراسة اليوم، أن نبحث عن الجمال النبوي، جمال روحه، جمال معناه، جمال لطيفته، جمال معاملته، الذي أخبرنا أن الرفق ما وجد في شيء إلا زانه، أن الرفق ما وجد في شيء إلا زانه، وما عدم من شيء إلا شانه. ما أجمل صفاتك وما أزينها يا رسول الله. سمعنا من كلام سادتي العلماء كيف أن الله ذكر أخلاق النبي، وإنك لعلى خلق عظيم، وذكر أعضاءه في القرآن. قد نرى تقلب وجهك، وجه سيدنا محمد، الذي أنقض ظهرك، ظهر سيدنا محمد، ألم نشرح لك صدرك، صدر سيدنا محمد، لا تعد عيناك، لا تمدن عينيك، لا تحرك به لسانك، ولا تخطه بيمينك. النبي عليه الصلاة والسلام له منزلة كبيرة عند الله، وقد قال ربي لأحمد يوما: أنت حبيبي، وأنت الوجيه، وأنت بعيني سكنت بها، وأنت الذي لك ما ترتجيه. من جمال طلعته أنه كان يرى الجمال في وجوه أصحابه. قال لسيدنا جعفر الطيار: ونحن نفخر في الأردن، وإن كنا نعزي أنفسنا بمصاب الكرك، إلا أن الكرك قد استوعبت قادة الجهاد الإسلامي من أول أطواره، جعفر الطيار وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة. قال له: يا جعفر، أشبهت خلقي وخلقي. ما أحوجنا في هذا اليوم أن نشابه خلق وخلق رسول الله، لأن رسول الله هو المقدم في العوالم، وليس من طائفة من الكائنات إلا وله صلة فيها، سلمت عليه، نصرته، تجندت في ركبه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا محمد.